الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة المملكة العربية السعودية على وشك إطلاق مناورات عسكرية خاصة وفريدة من نوعها، أطلقوا عليها تسمية الرمال الحمراء، وذلك من أجل مواجهة الخطر الإيراني القادم والذي يهدد بين فترة وأخرى الشرق الأوسط بشكل عام. هذا كله جاء بتفاصيل نشرت على المونيتر من 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على هذه التفاصيل، وأكدوا بأن هذه التمارين ستبدأ وهذه المناورات خلال هذا الشهر. وحتى مصدر خاص بنا أبلغنا بشكل واضح بأن هذه المناورات ستبدأ في الأسبوع الأخير من هذا الشهر. ما الذي سيجري يا ترى في هذه المناورات؟ المناورات ستستخدم فيها المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش السعودي، وكذلك المنظومات الدفاعية الجوية طبعا الخاصة بالجيش الأمريكي، وذلك من أجل التدرب ومحاكاة مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية من أي اتجاه وفي أي سيناريو ممكن أن تكون فيه ومن خلاله تهدد أراضي المملكة العربية السعودية. والولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المناورات ستقدم تكنولوجيا وبرنامج خاص بالجيش الأمريكي، وهو حصري بالجيش الأمريكي للمملكة العربية السعودية، من أجل الاستفادة من هذا البرنامج في مواجهة الطائرات المسيرة، وأيضا لإبعاد المملكة العربية السعودية من فكرة أن تذهب وأن تتجه للصين في شراء مثل هذه المنظومات الدفاعية، لكي لا تعطي نفوذا أكثر للصينيين في هذه المسألة، وبالتالي لنبعد الصينيين أيضا من هذه القضية. وبالتالي هذه المناورات أساسا التي أطلقوا عليها الرمال الحمراء هي ستطبق بشكل كامل ومستمر حتى في الأشهر القادمة في المملكة العربية السعودية، بسبب الصحراء الشاسعة، بسبب الجغرافيا الخاصة بها التي تساعد في تحقيق مثل هذه المناورات، بل أن أصلا بحسب هذه التفاصيل التي نشرت من المونيتر ستكون هنالك عدد من الدول الشرق أوسطية ستشارك أيضا في المستقبل في الأشهر المقبلة في هذه المناورات تحديدا التي سنراها قريبا. ولكن السؤال الأهم هنا، ما هي هذه التكنولوجيا أو البرنامج الذي ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية؟ هذا طبعا البرنامج من قام باكتشافه أو اختراعه هذا الرجل الذي ترونه هو أحد الجنود الأمريكيين في الحرس الوطني الأمريكي من ولاية ماساتشوستس الأمريكية العام الماضي في أكتوبر تحديدا، الرقيب ميكي ريف هو الذي جاء بهذا البرنامج والذي طوره في غرفته الخاصة في قاعدة الأمير سلطان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. قام بتطويره ودخل إلى هذه المسابقة التي ترونها، ألا وهي واحة الابتكار، أيضا واحدة من المسابقات الخاصة لابتكار البرامج الإلكترونية أو البرامج التي ممكن أن تكون نافعة للجيش الأمريكي. عشرات المتسابقين دخلوا إلى هذه المسابقة العام الماضي بهذا الشكل الذي ترونه، حتى لجنة تحكيمية كبيرة على رأسها طبعا قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا، مع مدراء تنفيذيين لشركات مهمة برمجية وإلكترونية، نتحدث عن جوجل، عن مايكروسوفت، وكذلك بلو أوريجين وغيرها، كلهم كانوا موجودين وطلعوا على هذه التفاصيل. وميكي ريف هذا الرقيب الأمريكي تمكن فعلا من الفوز، وكان حقيقة إيريك كوريلا القائد القيادة المركزية الأمريكية سعيدا جدا بهذه التقنية التي تعمل على مواجهة الطائرات المسيرة بشكل ذكي ودقيق، وتضعك في العديد من السيناريوهات التي تتمكن من خلالها من مواجهة هذه الطائرات المسيرة. سعادة القائد الأمريكي وصلت إلى درجة أن في يناير من هذا العام تحديدا كما تلاحظون وبحسب المونيتر أيضا تحدثت بأنه طلب عملية تطوير هذا البرنامج بسرعة، وأن تكون هنالك اختبارات له، لأنه سيكون مفيدا على طبيعة انتشار الجيش الأمريكي، وهو مهم جدا أيضا لمنطقة الشرق الأوسط في مواجهة الطائرات المسيرة. وها نحن اليوم أمام هذه التفاصيل التي نشرت من المونيتر والتي أكدت عملية إرسال وإعطاء هذا البرنامج للمملكة العربية السعودية. وأكدت المونيتر المسؤولون في الجيش الأمريكي سيقدمون لنظرائهم السعوديين جهاز محاكاة كمبيوتر جديد تم تطويره العام الماضي من قبل جندي من الحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس، وهو الرقيب ميكي ريف. طبعا هذه القضية وهذه الأنباء هي كلها تأتي
في ظل أنباء خطيرة الآن تأتي تجاه إيران، وهنالك مراقبين كثر، بل الأوساط الأمريكية وحتى الإسرائيلية بدأت تجد بأن هنالك ضربة محتملة لتدمير المفاعلات النووية الإيرانية، وذلك لسبب مهم للغاية هو تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بأن إيران قد رفعت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 83.7% في نقطة معينة، رفعت تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة وبعد ذلك تراجعت، ولا تفسيرات حقيقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما جرى، وبالتالي هم بدأوا يرون بأن إيران كانت تجرب تقوم بعملية تست أو اقتراب للوصول للقنبلة النووية، واكتشف هذا الأمر من خلال المراقبين وأكدته طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي هذه المناورات بمجيئها في هذا التوقيت يوحي بأن هنالك استعدادا واضحا لردة الفعل الإيرانية بعد الضربة القادمة المتوقعة والمحتملة على إيران بسبب هذه التفاصيل والتخصيب العالي الذي من الممكن كما تحدثنا أن يوصلهم للقنبلة النووية. والسعودية هي واحدة من الدول التي ممكن أن تتعرض لهذه الهجمات طبعا أو ردة الفعل السريعة، وشهدنا ما شهدناه تجاه شركة أرامكو النفطية المهمة بين فترة وأخرى، أن كانت قادمة من جماعة الحوثي أو حتى قادمة من بعض التقارير كما تحدثت من العراق في الهجمات على شركة أرامكو. كذلك العام الماضي في نوفمبر كنا أمام أنباء خطيرة شاركها مسؤولون سعوديون والاستخبارات الأمريكية، نشرت على الوول ستريت جورنال، وضحت بأن السعودية على وشك أن تتعرض إلى هجوم بالطائرات المسيرة من قبل إيران، وأيضا كانت هناك لك تفاصيل خطيرة عن هذا الموضوع نشرها مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية في يناير من هذا العام، أكد أن الهجوم الذي تحدثت عنه الوول ستريت جورنال يؤكد بأن إيران كانت تخطط بالهجوم ب 300 طائرة مسيرة قادمة من العراق ومن اليمن ومن إيران تجاه منشآت أرامكو بشكل خاص والمنشآت النفطية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي كان هنالك خطر. ولكن مركز الروابط أكد في حينها بأن كانت هنالك أطراف توسطت هذه المسألة، شخصيات أوقفت هذه العملية، وإيران لم توقفها في حقيقة الأمر أو تلغيها، ولكنها أجلت هذه المسألة، وبالتالي الخطر قائم للغاية. ومع هذه التطورات النووية وتعرض إيران ممكن لضربة، ممكن أن يكون خطرا، بل إن هذه المسألة تحديدا صدق أو لا تصدق، مسألة تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة الآن تحولت إلى قضية خطيرة للغاية الآن، مع تفاصيل جديدة قد نشرت من مصادر استخبارية اطلعت عليها الفوكس نيوز الأمريكية، نشرتها يوم أمس حول هذه القضية، وهذه المرة هي تتحدث عن دخول القيصر الروسي فلاديمير بوتين على هذه القصة بشكل خطير للغاية. فكما نعلم من التفاصيل التي تحدثت عنها الفوكس نيوز، بحسب الاتفاق النووي الذي سحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من ضمن هذه الاتفاقية من المفترض عندما تعود الولايات المتحدة الأمريكية أو وقعت الاتفاقية، اليورانيوم المخصب الإيراني يجب أن يتم نقله إلى روسيا، لأن روسيا هي إحدى الأطراف الضامنة في مسألة الاتفاقية النووية، وبالتالي لن يبقى هنالك أي يورانيوم مخصب لدى إيران ممكن أن تستخدمه للوصول للقنبلة النووية أو التلاعب، بالتالي نقوم بتخزينه في روسيا. الآن هذه التفاصيل التي نشرت على الفوكس نيوز أكدت بأن هنالك اتفاقا سريا بين إيران وبين روسيا، وبأن فلاديمير بوتين وافق على إرسال اليورانيوم المخصب الإيراني الذي هو يخزنه منذ عقد هذه الاتفاقية النووية في حال انتهاء كل شيء من هذه الاتفاقية النووية. وطبعا هذا يزيد من الطين بلة في القضية الإيرانية، فكما نعلم بأن كولين كال وهو رجل مهم جدا في وزارة الدفاع الأمريكية وهو وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، قال مؤخرا بشكل واضح بأن اليورانيوم المخصب لدى إيران بنسبة 60% والذي تصل كميته إلى 87.5 كيلوغراما قادرة إيران خلال 12 يوما فقط من الوصول إلى قنبلتها النووية الأولى في حال اتخذت طبعا هذا القرار. أما بالنسبة لليورانيوم المخصب بنسبة 20% فكانت قد تحدثت عنه الانستيتيوت فور ساينس اند انترناشونال سيكيورتي بعدما قاله كولين كال من البنتاغون، طبعا قالت بأن هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% والذي تصل كميته إلى 3700
460 كيلوغراما من الممكن لإيران بعد الوصول لهذه القنبلة الأولى التي تحدث عنها كولين كال من الوصول إلى 4 قنابل إضافية، وهذا يعني بأن إيران قادرة على الوصول إلى 5 قنابل نووية بهذا اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه الآن وخلال شهر واحد فقط. بل ما يزيد التفاصيل خطورة الآن هو ما جاء من دينيس روز، وهو مستشار في معهد واشنطن، كان أحد أهم الأطراف في الإدارات الأمريكية السابقة مثل إدارة جورج بوش الأب وكذلك إدارة بيل كلينتون. كتب على The Atlantic بأن إيران الآن من خلال اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إذا استمرت بهذا التخصيب حتى نهاية هذا العام فهي قادرة على الوصول إلى 10 قنابل نووية. لاحظ الإمكانية التي تمتلكها هنا، فما بالك باليورانيوم المخصب الآن الذي يعيده بوتين أساسا إلى إيران. هذا يوضح بأن إيران ستكون لديها كمية كبيرة وقدرة كبيرة على الوصول إلى كمية أكبر بكثير مما يتم الحديث عنه من القنابل النووية. بل أن أيضا دينيس روز كان قد أشار إلى مسألة تاريخية مهمة يجب أن ننتبه إليها، ذكر فيها القنبلة التي استخدمت على هيروشيما في أغسطس من عام 1945. كلنا نعلم في ذلك العام كانت هنالك ضربات بالقنبلة الذرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وعلى ناكازاكي. هو أشار للقنبلة التي استخدمت على هيروشيما تحديدا والتي أدت إلى هذا الدمار الهائل الذي ترونه أمامكم. هو أكد بأن هذه القنبلة تحديدا الكبيرة التي هزت العالم بأكمله في حينها هي شكلتها الولايات المتحدة الأمريكية وكونتها من يورانيوم مخصب بنسبة 80% فقط، وإيران الآن قفزت إلى 83.7% تقريبا 84%. هذا يعني بأن إيران لديها قدرة للوصول إلى قنبلة نووية أخطر حتى من التي استخدمت في هيروشيما، وهذا ما حذر منه. حذر تماما الإدارة الأمريكية من طبيعة التعامل في هذه المسألة ونشر هذا البوست الذي ترونه أو هذه الصورة على The Atlantic التي وضحت إيران نووية كبيرة وفجأة ظهور النسر الذي يمثل الولايات المتحدة الأمريكية ليجعل العلامة النووية الإيرانية أقل، في إشارة بأن عليك أيتها الإدارة الأمريكية أن تستخدمي القوة لإبعاد إيران النووية التي من الممكن أن تتسبب بكارثة. هو يرى بأنها ستتسبب بكارثة إن لم تتصرف الولايات المتحدة، لأنه يرى بأن إسرائيل ستتصرف بمفردها، وهذا ما ذكره يوم أمس. قال إذا لم تتخذ الولايات المتحدة إجراء قويا لكبح تقدم طهران نحو قنبلة نووية فإن إسرائيل سوف تفعل ذلك. هذا سيناريو أكثر خطورة بكثير، طبعا أكثر خطورة من أي سيناريو ممكن أن يتبع بشكل دبلوماسي أو بضغط هنا وهناك أو تفعيل السناب باك أو الإتيان بطرق أخرى، وإلا نحن أمام ضربة عسكرية خطيرة. وهو نوعا ما يبدو محقا في هذه القضية في ظل تفاصيل قد تبدو أكثر خطورة مما تحدثنا عنه الآن. نقلته الإيران انترناشنال من صحيفة هارت الإسرائيلية، قالت بأن إسرائيل ستستخدم الأراضي الأذربيجانية عند اتخاذها للقرار لتوجيه ضربة للمفاعلات النووية الإيرانية. وطبعا من التفاصيل بهذا الشكل الذي ترونه هي وضحت بأن هنالك تعاملا كبيرا بين أذربيجان وبين إسرائيل، تبادل في الأسلحة بشكل كبير. وصل هذا التبادل كما تلاحظون في كل نزاع بين أذربيجان وبين أرمينيا تستثمر إسرائيل هذا النزاع. منذ عام 2016 في كل نزاع تستمر عملية انتقالات أو الرحلات الخاصة بهذه الطائرة التي ترونها ألا وهي السيلك واي الأذربيجانية، تذهب برحلات ذهابا وإيابا من أذربيجان إلى إسرائيل إلى قاعدة عوفدا التي ترونها هنا، وهي قاعدة من خلالها إسرائيل عادة تسلم الأسلحة، تسلم القنابل، تسلم كل الذخائر التي تريدها. وهي باعت أسلحة بمليارات الدولارات بحسب التفاصيل التي تحدثت عنها ونقلتها إيران انترناشنال، ولاحظ في عام 2016 17 18 19 وصولا إلى عام 2023 كل نزاع بين أرمينيا وبين أذربيجان هي تبيع كمية كبيرة كما تلاحظون، وهي 92 رحلة قد قامت بها هذه الطائرات. وفي المقابل إسرائيل تحصلت على نفوذ كبير في هذه القضية بحسب هذه التفاصيل التي نشرت. فواحدة من الأمور التي تحصلت عليها في أذربيجان، هنا أذربيجان التي ترونها، واحدة من النقاط إن أذربيجان سمحت للموساد الإسرائيلي أن يتحصل على نقطة متقدمة من أذربيجان، من خلالها تستطيع ويستطيع الموساد الإسرائيلي من مراقبة ما يحدث في الداخل الإيراني على المستوى النووي، على المستوى
مستوى التسلح، على مستوى الخطر وغيرها بالنسبة لهم، وأيضا في نفس الوقت بأن أذربيجان في المقابل هيئت مطارا خاصا للإسرائيليين أن تستخدمه إسرائيل من أذربيجان إذا ما اتخذت القرار للتقدم والتوغل في الأراضي الإيرانية وتوجيه ضربة مباشرة إلى المفاعلات النووية طبعا وتدميرها بالكامل، وبالتالي تستطيع استخدام هذه القاعدة بسرعة والانسحاب إلى أين ما تريد الانسحاب، وبالتالي تتغير الخارطة ويصبح من الصعب عليك معرفة كيف فعلت إسرائيل هذه العملية. ولكن أيضا بعض المراقبين وجدوا أن هذه رسالة واضحة مما نشرته هارتس والذي نقلته طبعا إيران انترناشونال، فيه رسالة خطيرة للولايات المتحدة الأمريكية بأننا لن ننتظر أبدا أيتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى طائرات KC-46A التي هي طبعا من الطائرات من المفترض أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لكي تستخدمها إسرائيل في المساعدة في التزويد للوقود، لأن المسافة بعيدة عندما تقطع كل هذه المسافة عبر الأجواء العراقية للوصول لإيران للقيام بهذه الضربة، هي بحاجة لطائرات تزويد الوقود أن تكون فوق الأجواء العراقية لكي تضرب وتعود وتتزود بالوقود مرة ثانية وتعود إلى أدراجها، وبالتالي بذهابهم إلى أذربيجان اختصروا الطريق، سيوجهون الضربة وسيتوجهون إلى أين ما يريدون أن يتوجهون، إلى أي دولة ممكن أن يتفقون معها، وانتهت هذه المسألة. لن ننتظر أبدا أيتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يوضح الخطر الكبير من هذه التفاصيل التي طبعا ترونها أمامكم. ومسألة الضربة الإسرائيلية أيضا جاءت يدعوت أحرنوت الإسرائيلية لتؤكد أن زيارة مارك ميلي وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مؤخرا ذهب جمعة ماضية إلى إسرائيل بهذا الشكل، التقى مع وزير الدفاع الإسرائيلي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضا، ذهب إلى شمال سوريا في السبت الماضي. هذه الزيارة تحديدا قالت يدعوت أحرنوت بشكل واضح بأن هذا الرجل جاء لأن هم قلقين وأن لديهم تخوف بأن إسرائيل ستنفذ وستضرب بسرعة ولن تنتظر إيران أن تصل إلى هذه النسب التخصيب العالية، وبالتالي الأمر أصبح حقيقيا وخطيرا للغاية. والمشكلة أن إيران لا زالت متواجدة في الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى سبيل المثال اليوم كما تلاحظون من وزارة الدفاع الأوكرانية في 6 مارس قامت بإطلاق 15 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136، تمكنت وزارة الدفاع الأوكرانية طبعا كما تحدثت قالت بأن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 13 طائرة منها، ولكن هذه الطائرات تشكل خطرا، تضرب البنى التحتية الموجودة طبعا في أوكرانيا، وهي تشتت الجبهات، تجعل التركيز في نقاط أخرى من أجل التركيز على التقدم الروسي الأساسي الذي تبحث عنه روسيا، ألا وهو السيطرة على أكبر المعارك. الآن يخوضون معركة كبيرة جدا في باخموت بينهم وبين الأوكرانيين، قد يعتبر فيها انتصار كبير في الفترة القادمة إن كانت لروسيا أو إن كانت للأوكرانيين طبعا. فعلى سبيل المثال هذه باخموت التي لا زال الأوكرانيين يسيطرون عليها، وهذه مسألة مهمة للغاية. الروس تقريبا وصلوا إلى هذه النقاط والطرق التي ترونها مثل هذا الطريق الذي يمتد من باخموت إلى تشازفيار أو هذا الطريق الآخر، كلها قد قطعت بسبب تدمير الجسر من قبل الأوكرانيين هنا، وهذا الطريق أصبح مغلقا بسبب طبعا القوات الروسية قد وصلت إليه، هي مسيطرة عليه ناريا. القوات الأوكرانية هي موجودة أساسا في تشازفيار، موجودة أساسا في إيفانوفسكا، وكذلك موجودة ولا زالت صامدة في باخموت، ولكن القوات الروسية الآن بدأت تطبق على هذه المنطقة، بدأت قوات فاغنر تحاول السيطرة بشكل أكبر على هذه المنطقة، تقدمت إلى بوهدانيفكا التي تعتبر نقطة خط دفاعي خطير بالنسبة لها، وبدأوا الأوكرانيين يشعرون بالضيق لأن المنطقة طبعا موحلة فيها وحل طبعا في حقيقة الأمر بسبب الأجواء، والأوكرانيين غير قادرين من الانسحاب بهذا الاتجاه بسبب الوحل، بطء تحرك القطاعات طبعا الأوكرانية، ممكن للروس أن يدمرونها، ولكن هي في نفس الوقت تعتبر نقطة دفاعية جيدة لهم، أن الروس لن يتمكنوا من التقدم بسهولة وسيصبحون لقمة سائغة لطبعا الدفاعات الأوكرانية التي ستتمكن من تدميرها. بالتالي الآن الضيق الذي تتعرض له أوكرانيا جعلها تقوم بعملية عدد من الاستهدافات لكي تمنع الإطباق، أن تطبق روسيا وقوات فاغنر بهذا الشكل على المدينة. بدأت باختصار، ودعونا نعود قليلا هنا فقط لنوضح الموقف، القوات الأوكرانية بدأت الآن بمهاجمة بحسب أخبار وأنباء غير رسمية من مراسلين موجودين على الأرض، تحدثوا بأن الأوكرانيين بدأوا يهاجمون هذه النقطة في العمق أينما تسيطر القوات الروسية، وهي النقطة يطلق عليها أو منطقة أو قرية يطلق عليها كليتشيفكا طبعا، بدأوا بعملية
قصفها بشكل مستمر الآن، وبدأوا بمحاولة مهاجمتها من أجل دفع طبعا القوات الروسية من هذه المنطقة. وأيضا بدأوا وبلقطة مصورة سنراها الآن، بدأوا بعملية الضغط على القوات الروسية التي تقدمت باتجاه بوهدانيفكا للحفاظ على خط الدفاع الخاص بهم، وبدأوا يندفعون إلى برخيفكا وقاموا بهجوم كبير إلى برخيفكا بهذا الاتجاه. دعونا الآن نتجه إلى شاشتنا الكبيرة لكي نلقي نظرة على هذا الهجوم الذي قامت به القوات الأوكرانية، ونشر طبعا هذا المقطع اليوم من هجوم محاولة لدفع القوات الروسية أكثر. وبالتالي عندما نلقي نظرة على هذا الهجوم، طبعا كان هجوما واضحا من المدرعات، ولكن الضربات التي ترونها هي ضربات ناجحة للقوات الروسية، تمكنوا من صد الهجوم الأوكراني بشكل واضح، دمروا هذه المدرعات التي تلاحظونها، قتلوا العشرات من القوات الأوكرانية التي كانت تحاول الاندفاع إلى برخيفكا في طريق استراتيجي تحاول طبعا الوصول له، محاولة دفع الروس قدر الإمكان. وإذا ما حاولنا أن نتأكد من هذه المسألة، فالكثير من النقاط في بعض الأحيان يقال لك بأنها في باخموت، في نقطة أخرى، في دانيتسك وغيرها، ولكن يتضح بأن هذا الأمر غير دقيق. ولكن عندما نلقي نظرة على النقاط كما لاحظنا، هذه هي المدرعات، شكل واضح جدا للأشجار مميز بهذا الشكل، ونحن أمام طريق أيضا واضح أمامنا، ولحسن الحظ لدينا أيضا أشجارا مزروعة بهذه الطريقة المميزة. وبالتالي هنا المدرعات التي تحدثنا عنها، ومن المفترض كما تحدثنا بأنها في برخيفكا. وبالتالي إذا ما نتجه الآن إلى باخموت هنا بهذا الاتجاه، لنتجه إلى برخيفكا، إلى هذه النقطة التي تحدثنا عنها، هنا برخيفكا التي ترونها، وأيضا سنلاحظ بأن قريب جدا منها نقطة تشبه الانعطافة التي رأيناها الآن، وتبدو أيضا نقطة للأشجار. إذا ما اتجهنا إلى اليمين قليلا سنلاحظ بأننا من السهل جدا عرفنا هذا الموقع، ليس هنالك أي خدع كثيرة أو أي صعوبات في تحديد هذا الموقع، وهذا هو الطريق، وهذه هي النقطة التي ترونها أمامكم من الأشجار طبعا. وبالتالي القوات الأوكرانية حاولت بشكل واضح الاندفاع إلى برخيفكا، ولكنها فشلت في هذا الهجوم، لكن هو فقط لإبقاء هذه المنطقة طبعا قدر الإمكان صامدة، وإبقاء باخموت صامدة. وعندما تلقي نظرة على المنطقة بشكل توضيحي، هذه هي باخموت، المنطقة الحمراء طبعا، والنقاط الحمراء هي نقاط تقدم القوات الروسية. لاحظ أنهم لا زالوا يمتلكون فرصة لعملية الانسحاب إلى تشازفيار، وأيضا للحصول على دعم وإمدادات اللوجستية. المعركة تحولت إلى شيء كبير للغاية، ولكن لاحظ أن الغرب كيف يركز هنا على مواجهة إيران والتضييق عليها قدر الإمكان للخلاص من أسلحتها، للخلاص من قدراتها التي تهدد بها نقاط الطاقة، ممكن أن تساعد الروس في الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا أن تزيد من صعوبة الموقف في الداخل الأوكراني بتشتيت الجبهات كما تحدثنا، لتحقيق ما تبحث عنه ويبحث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المعركة.